أثار حفل مختلط أقيم في كلية الشرق الأوسط في مسقط بسلطنة عمان غضب عمانيين. تخلل الحفل رقص وموسيقى صاخبة ولباس تنكري غريب وشاذ تماما عن الثقافة العمانية، فقد اعتبره عمانيون مخالفا لعاداتهم وتقاليدهم، وطالبت وزارة التعليم العالي بفتح تحقيق ومعاقبة المخالفين. وقبل الدخول في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك وضغط على زر أعجبني تشجيعا لنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لنبدأ. حدث بكلية الشرق الأوسط بسلطنة عمان حفل جامعي وصفه البعض بالغريب والفاضح، وقد أثار هذا الاحتفال ضجة كبيرة جدا دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه الانتقادات الشديدة للطلبة الذين حضروا للحفل. وقد زادت موجة هذه الانتقادات بعدما تم نشر العديد والعديد من الفيديوهات من داخل الحفل، وقد أظهرت المقاطع والفيديوهات المتداولة للطلاب والطالبات وهم يقومون بالرقص والغناء بطريقة اعتبرها البعض مخلة ولا تتناسب تماما مع قيم السلطنة. وأكد متداول هذه المقاطع أن الحفل أقيم تحت اسم كوميكون في كلية الشرق الأوسط. واستكمال لموجة هذا الاعتراض، فقد تم تفعيل هاشتاج على تويتر بعنوان كلية الشرق الأوسط، وقد نشر حساب مختص بأخبار سلطنة عمان معلقا على ما حدث قائلا: إنما خرج من مقاطع متداولة بكلية الشرق الأوسط من انحطاط أخلاقي يصعب على المشاهد أن يصدق أنه في بيئة تعليمية وفي صرح علمي، خطأ يسجل على الجامعة ويجب الوقوف عليه من مجلس الإدارة، ممثلا بسعادة الدكتور عبد الله بن سيف الصباحي رئيس مجلس الإدارة. وقد غرد أيضا عبد الله بن محمد وهو معد ومقدم برنامج عظماء بقناة الاستقامة الفضائية قائلا: لن يصطلح الحال ما دام من يدبر مؤسسات التعليم التي من المفترض أنها تعتني بتخريج أجيال الوطن المتربيين على الفضيلة جنسيات لا علاقة لها بعادات وتقاليد المجتمع العماني المسلم، تربية الأجيال خط أحمر. وقد غرد أيضا الدكتور خليفة الهنائي وهو قاضي ورئيس محكمة سابقا بسلطنة عمان قائلا: لا تهتز دور العلم رقصا إلا إذا كان التعليم في حالة سكر. وقد غرد المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن الهنائي قائلا: إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فهناك وسائل ثلاث، وهي اهدم الأسرة، اهدم التعليم، أسقط القدوات والمرجعيات. ولكي تهدم الأسرة غيب دور الأم واجعلها تخجل من وصفها بربة بيت، ولكي تهدم التعليم قلل من دور المعلم في المجتمع واطعن في مكانته. وقد غرد أحمد جداد الكثيري رئيس تحرير صحيفة عرب ميديا العمانية قائلا: انحلال أخلاقي غير مقبول تحت قبة صرح علمي كبير، والعقاب واجب هنا لحفظ هيبة الصروح العلمية المحترمة في عمان. وقد صدر بيانا عاجلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عمان بتاريخ أمس، وقد جاء فيه: تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتنظيم فاعلية تضمنت تجاوزات تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة والقيم والعادات والأعراف العمانية، ونود أن نلفت عناية الجميع إلى أن الوزارة تحرص وبشكل كبير على عدم حدوث مثل تلك التجاوزات المجرمة قانونياً. وقد أصدرت الوزارة في ذلك عدداً من التعاميم الوزارية التي أكدت من خلالها على أهمية التزام جميع مؤسسات التعليم العالي بالأسس والأخلاق والقيم الدينية والثقافة والعادات والأعراف العمانية. وقد تواصلت الوزارة مع المؤسسة مرتكبة المخالفة التي لا تليق بالصروح التعليمية وأهدافها السامية والنبيلة لاستيضاح خلفيات ما حدث، وأكدت الوزارة على ضرورة إجراء تحقيق عاجل حول الموضوع وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لاتخاذ التدابير القانونية حيالهم، كما تم التأكيد على أهمية حرص المؤسسة على عدم تكرار أي تجاوزات مماثلة، وإلا فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع مثل تلك التعديات غير المسؤولة على الأنظمة والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان. هذا كل ما جاء لدينا من معلومات في هذا الشأن، وحتى نلتقي في تقرير آخر لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وإلى اللقاء.